مسخن بالدجاج، أكلة فلسطينية بامتياز، دجاج بصل كراميليزي وسماء، يا بتتقدم على طبق أو بخبز المرقوق. اليوم رح نشوف الطريقتين. منبلش بأربعة من الفخاد أو تقريباً كيلو، منقصهم بهذا الشكل لحتى يستوعبوا كل الصوص يلي حنحضر لهم إياها. ليش فخاد؟ لحتى ناخد ماكسيموم فليفر، أكتر شي طعم منقدر من الدجاج. منقصهم بهذا الشكل، منحطهم بوعاء. اثنين من الحامض منحطهم فوق الدجاج، والأسيد من هالحامضتين رح يخلي البروتينات بالدجاج تتفتفت، وهيدا يلي حيخلي هاللحمة تفرط عن العظم من بعد ساعتين بالفرن. نرجع للبهارات. ملعقة كبيرة من السماء، ملعقة صغيرة من السبع بهارات، ونص ملعقة من القرفة، من بعدها نص ملعقة صغيرة من الملح، كمان ربع ملعقة من الفلفل الأسود، وإيدينا نضاف. منبلش نخلط هالدجاج مع بهاراته وهالحامض. وهلأ لعدة مطبخ لازم يكون عندكم إياها الداتش أوفن، نفتحها بهيدا الشكل وشوفوا كيف بتخمر هيدي الحرارة كلها جوا. منزيد عليها 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون، منحط الدجاج مثل ما هو عليها، خمس دقايق على كل ميلة. ليش؟ بس بدنا نسودها، ما بدنا نسويها بهالمرحلة للدجاجة. نقلب بس شوفولي هاللون على الدجاج. ومن بعد خمس دقايق على تاني ميل منزيد كل الصوص اللي باقية عنا فوقهم، كمان 3 ملاعق كبار من الزبدة كمان على الدجاج بهيدا الشكل. منزيد كمشة من الزعتر الأخضر، منسكر على الفرن 150 درجة لمدة ساعتين. بهالوقت خلينا نبلش كيلو بصل لحتى نحضر هالبصل الكراميليزي لهالوصفة. منقص بالنص، بنقشر البصل، منبلش نقص جوانح البصل بهذا الشكل. منكون هيك خلصنا كيلو من البصل، بنفرطهم جوانح بهذا الشكل. بنرجع دغري على طنجرة لحتى تقدر تساعهم، مندور تحتها. بنرجع منزيد 3 ملاعق كبار من الزبدة ومنخلط. من بعد 3 دقايق الزبدة كلها دابت، منحط ملعقة كبيرة من الملح، منخلط مزبوط. بس شوفوا كيف بلش يعرق البصل ويكب ميته. من بعدها منخفف النار، منفكر ومننطرها تقريبا 3 ساعة بلا ما ندق فيها. وهلأ شوفوا بعد 25 دقيقة شو صار عنا. نخلط هيدا البصل، بس شوفوا هاللون يلي بلش ياخده، شوفوا شو عم بيعلق بكعب الطنجرة. هيدا كله نكهة بحد ذاته، ما في شي محروق مثل ما هي الطنجرة. شيلوا هالسكر من كعبها، بلشوا خلطوا هالبصل وشوفوا كيف بيتغير لونه مثل السحر. وهلا تلت ساعة تانية نار خفيفة، بس هلا بلا غطا، خلوا هالبصل ياخد هاللون يلي نحن بدنا اياه، الغامق المكرمل مثل العسل. نتركه. وهلا بهالمرحلة كل خمس دقايق خلينا نقلب شوي هالبصل، بس شوفوا كيف عم يغمق، بس شوفوا هالكراميل يلي بلش يغلف هيدا البصل. بس شوفوا عندي شو صاير عنا، شوفوا الدجاج شو صاير فيه، كيف عم بيغلط، كيف عم بيظهر وعم بيفك عن عظمه. واو، شي
ما بيحتمل. منزيد فوقه كل الصوص يلي جوا كانت بقلب الطنجرة. ما بتصدقوا الروايح والطعمة اللي عم ذوقها هلأ من بعدها. البصل المكرمل فوقه كله بهيدا الشكل. نبلش نشقف فيها بهيدا الشكل. نخلط كل هالمكونات ببعضها. مش رح تصدقوا قديش طيبة هالمسخن رح تكون. ما رح تعملوا غيرها. نرجع من بعد ما نكون خلطنا كل هالمكونات ببعضها وشقفناها صغير، منزيد ملعقة لملعقة ونص كبار من السماق كلها فوقها بهيدا الشكل. وهلأ يلي بحبها بالصحن بهيدا الشكل على الصحن يلي نحنا منريده. نرجع شوي من هالبصل يلي مش معقول نشبع منه كلها فوقه. من بعدها شوي من حب الرمان لنعطيها شوية لون، وأكيد شوي من الزعتر الأخضر للفريشنس. بس شوفوا ملا طبق، شوفوا هالألوان. ويلي بيحبها بالمرقوق كمان ما رح نزعله، شوي من هالخلطة بقلب خبز المرقوق منلفها بهي الطريقة، منحطها على جنب. هول الرقاقات صاروا جاهزين ليفوتوا على الفريزر، بس نحنا بدنا نعمل منهم وليمة. منحطهم على قلب مقلية. بس شوفوا لي ملا مسخن بالساج، فيكم تاكلوها بحيالله طريقة بدكم إياها. شوي زعتر، وما بننسى شوي من اللوز المحمص كمان فوقها. وبس شوفوا لي هالطبق إذا بيتقاوم ولا لأ.